أصبحت الملاعب بمثابة فضاءة أسرية كبرى وتجمعات عائلية تعيدنا لثقافة الحوم والدرب. ومع المباريات الحاسمة للنخبة الوطنية تتحول المقاهي والفضاءات العمومية إلى مراكز تجمعات للمغاربة من أجل البحث عن الفرجة والاستمتاع وتمرير قيم الانتماء وحب الوطن. ومن هنا تتجدد تحدياتنا اليومية، وفهم ما ينتظرنا هو تحدي لنا جميعا. مرحبا. يمثل منتخب المغرب فخرا واعتزازا للشعب المغربي، ولكن الأماني لا تقتصر على مجرد المشاركة في كأس إفريقيا، بل تتجاوز ذلك إلى الرغبة الشديدة في حمل الكأس وتحقيق النجاح الكبير. والمغاربة يطمحون لتحقيق نتائج إيجابية بانتظام، لكن التحدي الأقوى هو كيفية نشر الثقافة المغربية عبر الجماهير التي حجت إلى ساحل العاج. وكما برهن صناع المحتوى المغاربة منذ وصولهم إلى كوت ديفوار لحضور فعاليات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، على التمغربيت في أبهى تجلياتها، وتحول صناع المحتوى إلى سفراء للمملكة المغربية يتفاعلون مع إخوانهم من باقي الدول الإفريقية الحاضرة في الكان، مستحضرين القيم والثقافة المغربية. واليوم يسعدني أن نرحب معنا بالسيد محمد الوردي إطار بوزارة الشباب والثقافة والتواصل وخبير في قضايا الشباب والرياضة. صباح النور سيدي ومرحبا. صباح الخير سيدتي، أهلا بك. مرحبا. كما يسرني أن تنضم إلينا السيدة إكرام بوشنطة إطار بجمعية مودابي لكرة القدم النسوية بعمالة المضيق فريدق. مرحبا. مرحبا سيدتي. مرحبا. ومن ساحل العاج ينضم إلينا كل من الفنان الطاهر الأزرق المعروف بولاس. مرحبا سيدي، نورتني. مرحبا. السلام عليكم. مرحبا. وينضم الينا مع الشكر الفنان اسامه رمزي. صباح النور ومرحبا. مرحبا اسامه. مرحبا. 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 طيب اليوم سنتحدث عن الصوره التي قدمت وعن ردود فعل الاخوان الايفواريين. نتساءل معكم بدايه الفنان طاهر الازرق بولاس، كما يعرف الجميع، قربنا من الصوره. كيف تم استقبال المغاربة هناك خصوصا صناع المحتوى؟ كيف تم استقبالهم؟ استقبلوهم مزيان بزاف في كوت ديفوار، فريمون كان استقبال منظم مزيان، وعجبهم الحال بزاف، وفريمون حسينا باخوه. اسامه، واكبر دليل ديال الاستقبال ديال المغاربه هو انا دابا مع والاس، دونك طبعا. اسامه، يعني قربنا، شنو هي الاجواء؟ كيفاش كتحسوا؟ شنو هي الانطباعات ديالكم وانتم في كوت ديفوار؟ يعني التفاعل ديال الافارقه معكم. انا بعدا احسن حاجه نقدر نقول لقيت في كوت ديفوار ولقيت بزاف ديال المغاربه اللي ما خلاونيش، وانا انسان كيتلف. دونك شكرا والاس اللي بقى معايا. هنايا كاين واحد الحاجه اللي زوينه بزاف، هو واحد الحب اللي استقبلونا به الايفواريين اللي زوين بزاف، كتحس بهم كيبغيونا زعما قبل من اي حاجه. واللي زوين بزاف هو الخدمه اللي داروا بزاف ديال الدراري، منهم صابر الشاوني، منهم زبير هلال، عادل تاويل، وبزاف اسامه رمزي. وي صافا صافا. انتم سفراء، انتم سفراء المملكه المغربيه هناك. طيب ولاس، يعني شنو هي الرسائل، شنو هما لي ميساج اللي كيحملوهم المغاربه هناك؟ يعني شنو الرسائل اللي خداو من المغرب وبغاو يرسخوهم في افريقيا وفي كوت ديفوار؟ اول رساله اللي توصلوا بها لي ايفواريان دو لابار ديال المغاربه هو باللي المغاربه حاسين براسهم وعارفين راسهم افارقه. حتى واحد ما كان كي ايماجيني هنايا في كوت ديفوار باللي المغاربه هازين لافريك في قلبهم بداك لا مانيير، لان كاين بزاف ديال البلدان الاخرين اللي من لافريك اللي كينساو بعض المرات اللي هما في لافريك. نعم. وعجبهم الحال، بداو كيقولوا للمغاربه باللي انتوما ورديتونا في هذا لاكان باللي انتوما خوتنا ديال بصح. الرسائل كاينه لوسبيتاليتي ماروكان، ورينا لوسبيتاليتي. نعم. طيب وريتي عرفت. نعم تفضل. ورينا بلي
يعني المغربيين وحتى انا كوت ديفوار ورضيونا باللي كاينه واحد لوسبيتاليتي ايفواريان، والمغاربه اكتشفوا باللي هذا الشعب وهما تقريبا بحال بحال، عندنا لي ميم فالور، وهذه صار فريمون كاين المغاربه والايفواريين. تمام تمام. طيب أسامة، وصفنا الأجواء اليوم، المغرب غادي يلعب، وصفنا الأجواء، قربنا من الأجواء. أول حاجة هو كاين واحد المغربية اللي سميتها كوثر، يا كوثر اللي غادي دير فطور المغاربة كاملين في سان بيدرو. دونك الأجواء كاين أجواء مغربية، المغاربة كيتجمعوا مجموعين هنايا، كيسولك واش عندك تيكي، واش مع من غادي، واش نديك، واش نرجعك، واش عندك فين تبات. هنا المغاربة مجموعين ديال بصح، كتحس براسك في بلادك ديجا، لأن الإيفوار كيعطيونا هذا الإحساس، والمغاربة حتى هما ما خلاوش المغاربة اللي جايين من المغرب، دونك كنحسوا براسنا في بلادنا، لاعبين في بلادنا. طيب حاجة مهمة فعلا، انا بغيت نختم معكم، انا بغيت نختم معكم بالتوقعات، التوقعات ديالكم اليوم شنو النتيجه غادي تكون؟ شوفوا نبدا معك ولاس، شنو كتوقع اليوم؟ بيان سور المغرب غيربح، ومهم المغرب يربح، لان اذا ربح المغرب لا كوت ديفوار غدوز. دونك اليوم من غير المغاربه الشعب الايفواري كله مع المغرب في هذا الماتش، دونك زعما بوغ موا مستحيل. النتيجه صراحه تقول النتيجه، شحال كتوقع النتيجه؟ مكسر 1-0. 1-0. اسامه اسامه شنو كتوقع؟ كنقول ان شاء الله 2-0 او 3-0 ان شاء الله. ان شاء الله، يا رب يا رب، بالتوفيق. كنتمنوا النجاح والفوز للفريق الوطني المغربي. شكرا جزيلا، نورتوني، ما ناخذش وقتكم كثير، عارفه انكم عندكم التزامات. شكرا جزيلا لك ولاس، نورتني، وشكرا على قبول دعوه البرنامج. شكرا ايضا لك اسامه، مرحبا. مرحبا. نورتوني نورتوني، شكرا جزيلا شكرا جزيلا، الى اللقاء. طيب ارحب مجددا بالاستاذ الوردي، مرحبا مجددا استاذ الوردي. اهلا وسهلا. مرحبا. طيب رايك في فيما سمعته الان قبل ما نمشي معك السؤال الاول؟ ها نقول لك لا اله الا الله، لان المغاربه فين ما مشاو كاينه بلاصتهم الحقيقه. اكيد اكيد. وعطيتينا هذه الحلقه هذه بهذه الابتسامه من جوج ديال الفنانه اللي في الحقيقه كيسعدوا المغاربه وكيكونوا دائما حاضرين في كل المناسبات. تمام. وحضورهم اليوم الى جانب المنتخب الوطني المغربي في لاكوت ديفوار هو دليل على اندماج هذا الشعب وانخراطه بكل المكونات ديالو، رياضيين، فنانين، كل مكونات هذا المجتمع وسفرهم ورغبتهم في الحضور. لانه ما تنسيش انه 40 مليون مغربي اليوم كلها ما كرهاش تكون في لاكوت ديفوار باش تعيش لحظات ديال الفرح الى جانب المنتخب الوطني. أكيد. المغربي. طيب استاذ وردي، المغرب في كوت ديفوار يواجه تحديات من بينها المنافسه والتطلعات، كما هو ايضا انتصار لتمغربيت ونشر رسائل انسانيه ترتكز على حب الوطن، كيف تقرا هذا التحدي الاجتماعي اليوم؟ صحيح أنه نحن بصدد تحديات حقيقية، المغرب تعود على التحديات، اليوم تحديات كروية رياضية، لأن التحدي الرياضي هو أن يصل المغرب إلى تحقيق المبتغى الذي لم يتمكن منه منذ 48 سنة كأول تحقيق للمبتغى، وهو الفوز بكأس أمم إفريقيا في 76. اليوم المغاربة في انتظار هذا التحدي الجديد والعودة من لاكوت ديفوار بالكأس التي يعشقها المغاربة وينتظرها. ولكن التحديات الأخرى الموازية التي تسير في هذا الاتجاه هو زرع هذه الثقافة التمغربيت كيف ما جاء التقرير ديالك، والتمغربيت الحقيقية، وأن المغرب حينما يريد أبناء أن يصلوا إلى العالمية يصلونها في كل شيء. لا تنسي سيدتي أنه سنوات التي مضت أن المغرب بجمهوره وبحضوره الوازن عبر العالم أعطى البصمة بالقميص الذي شهدناه قبل قليل، بالقميص المغربي باللون الأحمر وباللون الأخضر، وهي ثقافة تمغربيت وثقافة المواطنة الحقيقية وحب هذا الوطن. لا تنسي أن الشعار ونشيد الوطني المغربي أصبح اليوم
يردد في كل الملاعب الرياضية عبر العالم في كل مناسبات، سواء في كرة القدم أو في الرياضات الأخرى. في 1986 حينما عاد المنتخب الوطني المغربي من مونديال المكسيك، خرجت الجماهير المغربية مدوية بالنتائج التي حققها المنتخب المغربي. لا تنسي أن احتفالات المغاربة في ألعاب القوى مع سعيد عويطة، مع نوال المتوكل، كل هذه النتائج. لا تنسي أن المغاربة حضنوا بشكل كبير أبطالنا في التنس، نتحدث عن أرازي، نتحدث عن يونس العيناوي، نتحدث عن أبطال في رياضات أخرى. كل هذه الرياضات هي بمثابة حق حقيقي أمام الممارسين من أجل الوصول إلى قلوب المغاربة، وهو تحدي كبير جدا أمام الرياضيين المغاربة، لأنه في آخر المطاف لمن نقدم هذه الفرجة؟ نقدمها للجماهير. لمن نقدم هذه الفرجة؟ نقدمها للوطن من أجل التعريف به وتقديمه بالصورة الجميلة. لا تنسي سيدتي كذلك أن الجماهير المغربية اليوم، الوداد البيضاوي، نتحدث عن أن الجمهور الودادي اليوم هو المصنف في هذه السنة عالميا. طيب، بفرجته وبتقديمه لهذه الفرجة كأفضل جمهور في العالم. جيد، خليني نمشي عند السيدة إكرام، لأن باش ما تنتظرنيش بزاف وغادي نرجع لك أكيد. سيدة إكرام، يعني قراءتك لأهم تحدي اللي هو أمامنا اليوم كمجتمع يا عشق التحدي، المغرب وكأس أمم إفريقيا. نعم سيدتي، أولا شكرا على الاستضافة، وأنا جد سعيدة اليوم بأن أدعو بدلوي في هذا الحفل وهذا العرس الذي تشهده القارة السمراء. ولكن في البداية لابد من الإشارة إلى العناية المولوية لصاحب الجلالة نصره الله وأيده لقطاع الرياضة، ومن خلال دعوته الصريحة لضرورة توفير وتعبئة كل ما هو ضروري من جهيزات، من بنية تحتية، من موارد بشرية للنهوض بالقطاع بصفة عامة. ولكن بالنظر إلى التطور الذي عرفته كرة القدم المغربية على صعيد النتائج، وخاصة نتحدث هنا على نتائج المنتخبات الوطنية وكذلك الأندية المشاركة في المنافسات الإفريقية. نعم. المغرب اليوم ليس كأي وقت مضى، هو يحتل المرتبة الأولى إفريقيا، ويحتل المرتبة 11 عالميا. إذن نحن الآن أصبح المنتخب المغربي أصبح لزاما عليه أن يؤكد حضوره المتميز خلال هذه النسخة. والعالم طيب، من أهم التحديات التي نراها. هنا سأفتح قوس معك سيدة إكرام قبل أن أنتقل للأستاذ الوردي. أية أفاق وبأية وسائل، وما هي طموحات المغرب في انتزاع اللقب الثاني في تاريخه؟ كيف ترين هذه التحديات أو هذه الطموحات اليوم؟ نعم صراحة إذا رجعنا إلى الوراء وعبر التاريخ، في السابق كان المنتخب المغربي كان يقوم يعني بتنظيم منافسات خارج إفريقيا، خارج القارة، أتكلم عن المنافسات الودية خارج القارة الإفريقية. الآن يعني تغيرت الرؤية، وأصبح من المفروض أن تكون هذه المقابلات الودية داخل القارة الإفريقية من أجل اكتساب تلك المناعة الكروية، لأن كما يعلم الجميع أن المنافسات بالقارة الإفريقية لها خصوصية خاصة الأجواء المناخية. يعني هذه المناعة الكروية هي التي ستمكن المغرب يعني من خوض المنافسات في على الصعيد الإفريقي بأكثر أريحية وأكثر يعني أكثر جودة. إذن طموحنا اليوم سيدتي هو أن نصل إلى المربع الذهبي، خاصة وأننا منذ فترة طويلة لم نذق حلاوة هذا الإنجاز. الهدف الثاني لما لا التتويج، فنحن بأمس الحاجة إلى يعني انتزاع هذا اللقب، وللمنتخب المغربي كافة المؤهلات وكافة القدرات البدنية والتقنية أنه يحقق هذا الإنجاز، وأن يدخل البهجة والسرور على الشعب المغربي، وأن يتوج مساره
وأن يتوج مساره تعلمون جيدا ما قام به المنتخب المغربي في المونديال بقطر، فقد يعني حقق نتائج جد 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 إيجابية وجد مشرفة. ونحن الآن يعني كمجتمع مغربي وكفاعلين في هذا القطاع ننتظر أن يتوج المنتخب المغربي هذه الإنجازات العظيمة بانتزاع اللقب والسير نحن الأمام. هناك طيب. هدف آخر يعني من هذا العرس هو أننا نحن كمجتمع مغربي يجب أن نرسخ واحد الفكرة ديال المجتمع الجمهور المنتخب وليس جمهور النتائج. نحن مع المنتخب المغربي كيفما كانت النتائج، فنحن نشجع المنتخب المغربي سواء ظفر باللقب أو لم يظفر باللقب، فنحن دائما وأبدا نشجع ونساند وندعم وهذا هو تلك هذا هو الصورة هدفنا. طيب هذا هو هدفنا سيدة إكرام. نعم نعم نعم، سأعود لك في باقي التفاصيل الأخرى. دعيني أنتقل للأستاذ الوردي. نعلم أن الدعم الوطني يعتبر عاملا مهما للغاية، يجب على الجماهير المغربية اليوم دعم المنتخب بروح رياضية وإيجابية مما يعزز الروح الجماعية ويعطي واحد نحن نقول دفعة إضافية للاعبين. كيف يجب أن يتحقق ذلك ونحن رأينا قبل قليل مجموعة من الصور، وأيضا كانوا معنا مشاهير من المؤثرين وصناع المحتوى قد حجوا إلى عين المكان. أستاذ وردي، لابد أن نتذكر أن هناك جالية مغربية كذلك مقيمة في لاكوت ديفوار. نعم. نتحدث عن مدينة سان بيدرو تحديدا، أين يقيم المنتخب المغربي مبارياته حاليا، تحديدا 53 من ساكنة هذه المدينة الصغيرة هم مغاربة. قبل ما يوصل المنتخب الوطني المغربي كانت مهيئة لتشجيع المنتخب وخلق كل الظروف. أريد أن أذكر بتمغربية الحقيقية، حينما تجد المنتخب المغربي اليوم يقيم بفندق لمغربية مقيمة كذلك ولها مشروع وضعته رهن إشارة النخبة المغربية، هذه تمغربية الحقيقية التي نعيشها اليوم، وأن المغاربة أينما حلوا وارتحلوا تجدهم متضامنين، قريبين من بعضهم البعض، يحبون بعضهم البعض. اليوم نحن بصدد زرع واحد ثقافة جديدة، ثقافة مهمة للغاية تجعل أن المرأة والطفل والشاب والأسرة والعائلة الصغيرة والعائلة الكبيرة اليوم ستعيش هذه اللحظات مع المنتخب المغربي. إذا كان المنتخب المغربي سيجري مباراة بلاكوت ديفوار اليوم في 9 ليلا، فإن كل المغرب كل المدن المغربية اليوم ستتابع هذه المباراة، وأنا على يقين أن شوارع المدن المغربية والقرى النائية في المغرب اليوم ستكون خاوية فارغة من في شوارعها، لأن الكل سيعيش واحد النوع ديال لا كونسونطراسيون توتال بور فوار ليكيب ناسيونال سو في بروغرامي بور باسي او دوزيام تور. هذا هو اللي كتعيشوا اليوم الكره واللي كتعيشوا فيك الكره وكتخليه حتى مغربي. ما كيمكنش نجمعوا هاد الجماهير، وهاد الجماهير ما يمكنش دير لها اي مناسبه من المناسبات سواء كانت سياسيه او ثقافيه او اجتماعيه من اي نوع اخر، ويكون هذا الإجماع الحقيقي ديال المرأة وديال الأسرة وديال مكونات المجتمع والتلاحم ديالها حول نتائج ديال المنتخب الوطني المغربي اللي بكل تأكيد أنه أعطات الصورة الحقيقية على عكس دول أخرى قريبة منا لا تستطيع. غادي ننتقل لأن الوقت يدركنا، وغادي ننتقل أستاذ إكرام يعني غادي نرجع معك التحديات، ولكن هذه المرة تحديات الجماهير المغربية وحلم هذا اللقب القاري من خلال النسخة 34 من المونديال الأفريقي. يعني تحديات الجماهير الجمهور المغربي. نعم سيدتي، نعلم جيدا أن الجمهور المغربي له دور رئيسي في إنجاح هذا العرس الكروي، إذن فعلى عاتقه واحد الحمل ليس بالهين، واحد الحمل اللي هو ليس بالمستهان، لذلك خاصة إذا ما وصل المنتخب إلى المربع الذهبي، إذاك يصبح على عاتق الجمهور المغربي أو المشجعين الجماهير المغربية أن تدلو بدلوها، أن تظهر تلك الجوانب ديال التمغربية الحقيقية من الثقافة المغربية التي تتميز بالتنوع والتعدد
من الضروره بمكان ان نستحضر مجموعه ديال المعطيات. اولا المعطى ديال الثقافه الاول هو معطى الوحده، الوحده المغربيه في تعددها وتنوعها. المعطى الثاني هو معطى الاصاله المغربيه، والاصاله المغربيه بالانفتاح وبالتسامح بالتعايش بحسن الجوار. كذلك معطى التضامن، معطى الاخر اللي معروف به الشعب المغربي هو التضامن والتكافل والتماسك والتلاحم. اذا كل هذه كما كنقولوا المميزات او الخصائص التي يتميز بها المغربي الشعب المغربي مع دول العالم، فيجب ان تظهر بجلاء في هذا العرس الكروي من خلال وسائل الاعلام. لا يجب ان ننساق من هذا المنبر، لا يجب ان ننساق امام الافكار اللي هي تشوش او المظاهر التي تشوش او لا تسيء الى هذه العلاقه ديال حسن الجوار مع اخواننا واشقائنا الافارقه. نحن بامس الحاجه الان اكثر من اي وقت مضى من ان نروج او نسوق للتمغربيه الحقيقيه كما اشار الرضي، بان نروج للخصال الحميده التي لطالما الشعب المغربي ملكا وشعبا وسياسه وحكومه تؤكد هذا البعد، تؤكد البعد ديال التلاحم والتماسك، تؤكد البعد ديال التناغم. لاننا كما اشار الاخوه قبل قليل اننا نتقاسم مجموعه من القواسم المشتركه، نتقاسم رقعه جغرافيه واحده، نتقاسم تقاليد يعني مشتركه، نتقاسم اعراف، نتقاسم مجموعه من الاشياء. لذلك نحن بامس الحاجه اليوم الى ترويج مثل هذه الطاقات الايجابيه او هذه السلوكات الايجابيه. طيب استاذ وردي، هناك من يختار التجمعات بالبيوت والولائم لخلق نوع من الفرجة، هناك من ينتظرها فرصة للسفر في الداخل والخارج، على هذا الأساس هي سياحة، اقتصاد، تجارة. كيف يمكن تحويلها إلى كل هذا وإلى يعني دعني أقول آلية ثقافية نعد العدة لنشر ثقافة المغرب، أيضا ثقافة المشجعين المواطنين، خصوصا وأن المغرب مقبل على مناسبات عالمية وقارية؟ أكيد أنه حينما نشتغل اليوم نشتغل للمستقبل، نشتغل أن المغرب مقبل في 2025 على كأس إفريقيا، المغرب مقبل على كأس العالم في 2030، واليوم نحن بصدد تهيئ جماهير قادرة على تحمل هذه المسؤوليات، لأنها أصبحت اليوم الجماهير مسؤولية يمكن أن تساهم في كل هذا من أجل تقدم المغرب، من أجل إعطاء الصورة الحقيقية للمغرب. نتحدث عن المناسبات الكروية بمثابة فرصة لاقتصاد، لرفع الاقتصاد المغربي، فرصة للسياحة المغربية. أنا على يقين أن عدد من الناس اليوم يتواجدون ومسافرون نحو كوت ديفوار، وقد هيئوا العدة سابقا من أجل هذا السفر، لأنه سفر بمتعة، سفر بتقديم صورة حول المغرب، سفر من أجل إعطاء الفكر المغربي الحداثي الذي يتمحور حول الوحدة المغربية، حول الإخاء المغربي، حول الصورة الجميلة حول هذا الوطن الذي يتقدم باستمرار ويعطي التحولات التي تعيشها بلادنا اليوم على جميع المستويات. هو فرصة كذلك من أجل التجمعات الأسرية. اليوم سنلاحظ وسنعيش أن الأسر ستجتمع في البيوتات مع بعضها البعض، وهي فرصة لا نجدها دائما أمام انشغالات المواطنين وعملهم اليومي. فكرة القدم ستجمع اليوم الأسرة المغربية حول مائدة واحدة، حول تلفاز واحد، حول فرجة واحدة، وبكل تأكيد سيتعانق في حالة ما تمكن المنتخب المغربي من تحقيق الهدف الذي ننشده، وبكل تأكيد سنحققه، أن الرغبة أكيدة من الجميع على أساس أن المغرب هو أول إفريقيا، أول العرب، يعني تواجد أساسي في لعبة كرة القدم اليوم. كذلك سنجد بأن المقاهي المغربية اليوم هي فرصة للتجمعات بين الأصدقاء. المرأة المغربية في السابق لم تكن قادرة على الخروج للمقاهي، للفرجة، للمتعة بإخاء حقيقي. غادي نختم معكم لأن
وصلنا للختام عذرا استاذ الوردي، توقعاتكم، توقعاتك لليوم، وغادي ننتقل استاذ اكرام، توقعاتك نتيجه اليوم. بكل تاكيد نتيجه للمنتخب الوطني المغربي، هدفين لصفر. شكرا جزيلا لك استاذ محمد الوردي. سيده اكرام، توقعاتك؟ توقعاتي اليوم وهو تمني ورجاء 3-0 ان شاء الله. ان شاء الله يا رب يا رب، الفوز والانتصار للفريق المغربي. شكرا جزيلا لكما على كل ما تفضلتما به من اضاءات. شكرا لك الاستاذ محمد الوردي، نورتني. شكرا لك انت على الدعوه. مرحبا، نورتني. كل الشكر ايضا لك سيده اكرام بوشنيطه على كل ما تفضلتي به، وايضا على موافقتك انك تدوزي معنا في برنامج مجتمع التحدي. شكرا جزيلا لك. الشكر ايضا موصول، كانوا معنا في بدايه الحلقه وفي بدايه التحدي الفنان ولاس، وايضا فنان اسامه فوزي. شكرا لكم مشاهدينا على كرم المتابعه، شكرا لفريق العمل، وانا على وعد اللقاء بكم غدا، وتحدي جديد دائما في مجتمع التحدي مع كامل.